بركة الله المحاضرة اللي تخص الباوندري فاليو بروبلمز اللي تكلمنا سابقا البداية المحاضرة. الآن نزلت البي دي اف اللي خاص بها على الكلاس. بالنسبة لفاليو بروبلمز راح تكون عندي ordinary differential equations مثل ما شفنا بالمحاضرة السابقة، أنه هاي عندي لإيجاد المشتقة الأولى. عندي أما أخذ ordinary difference اللي يخص central point مثل نقول إحنا الآي الجاي نشتغل بيها، فالفوروردد هناك نقطة ناخذ النقطة اللي قبلها القاعدة اللي بالاي زائد واحد، والفرق عن القاعدة الدالة بالاي على المسافة. بالنسبة إلى الفاكوردد ديفرنس راح يكون عندي سنترال بوينت، انه اخذ النقطة اللي قبل، يعني شوف هنا أنا تقول واي اي ناقص اي واحد، الباكورد ديفرنس شوف هذا واي اي. العفو دكتور، صوتك يقطع. دكتور صوت الوضع حافظ. والله ما اعرف هذا، شوفوا اللي جاي يصير الان. هاي اذا انا احتمل انه عندي باكوردد وعندي فورورد وعندي باكوردد وعندي سنترال ديفرنس اللي هو هذا يعتبر بيست سوليوشن. بيست سوليوشن اذا الباكورد او سنترال ديفرنس لايجاد المشتقه الاولى صوت واضح ام لا؟ لا نعم دكتور صوتي يقطع. واضح. إذا تلاحظ بالسنترال ديفرنس عندي آخذ نقطة الآي وبعد الآي، صوت مواضح. فاللي يصير عندك آي زائد واحد وآي ناقص واحد. على 2 اتش، لان بين الاي ناقص واحد الاي زائد واحد هي 2 اتش راح جاي يصير عندك. بالنسبه الى المشتقه الثانيه مثل ما تكلمنا بها انه اخذنا الفورورد ديفرنس، راح تكون الصيغه النهائي انه عندك المشتقه الثانيه هو كانه مشتقه الاولى هو. فانا عندي المشتقه اذا اعتمدت على الفوروردد بيكون عند واي اي زائد واحد اي على الاتش، فهو كانه اني اطلع المشتقه بالاي زائد واحد واطلع المشتقه بالاي، واجي اخذ الصيغه الخاصه بهم لكل وحده وابسط المعادله، فراح تصير عندي الصيغه لي الى المشتقه الثانيه. للمشتقه الثانيه هو اي ناقص واحد اي زائد واحد على اتش تربيع، يعطي هذا القانون وهو الاشتقاق اللي يخص بي. نفس الحالة إذا رحنا إلى المشتقة الثالثة راح عندي القانون صيغة والمشتقة الرابعة بها صيغة، وإذا عندك غير قوانين تشتقها حسب هذا البروسيجر اللي موجود. فأنت بالنسبة إلى المشتقة الثانية راح يكون عندك بالمنتصف ناقص 2 واي اي قبلها اي ناقص واحد وبعد اي زائد واحد على اش تربيع. اذا صارت عندك مشتقة ثالثة راح يصير اش تكعيب.
للمقام. يصير عندي ناقص واي اي ناقص واحد، اثنين واي اي ناقص واي ناقص اثنين واي اي زائد واحد زائد واي اي زائد اثنين تسعين. نرجع الى للمشكله الرابعه، راح شو يصير هنا المقام اتش 4. فاذا تلاحظ هنا يصير عندك 6 واي اي ناقص 4 واي اي واي ناقص 1 اوكي، وهنا عندك راح يصير بي الجهه اليمين ناقص 4 واي اي زائد 1 وواي اي زائد 2. فهذه الصيغ اللي نستفاد منها في ايجاد الحل الباوندري فاليو بروبلمز. شنو معنى باوندري فاليو بروبلمز؟ حكينا بها، قلنا بداية الفترة ونهاية الفترة كم مرة، فإلى الدالة. إذا جينا إلى حل معادلة ordinary differential equations، من نقول انه اني اريد احل هذه بطريقه numerical analysis، المشتقه الثانيه الى تي سكوير زائد تي واي على دي تي زائد واي يساوي 3 تي تربيع زائد 2، وعندي واي بالصفر يساوي صفر والواي بالواحد يساوي لنا واحد. شوف هنا انا معطي قيم الداله بالصفر وقيم الداله في الواحد، والتي هي اكبر او يساوي صفر واقل يساوي لنا واحد، والاتش هي ربع. يعني انا عندي اذا نباوع كخط اعداد هذا صفر هنا ربع مو اوكي، وهنا راح يصير نص، وهكذا لان نوصل لارباع بالنسبه للواي، وعندك واحد. فأنا عندي الباوندري هي بالواي يساوي صفر وبالواي يساوي بالواحد يساوي لنا صفر. يعني أنا مطيت دالة هنا كلمة واحد، وهنا أنا فيها
دكتور موجود؟ دكتور بدون زحمة ما صوت كسر ما في الحالة. دكتور تسمعني دكتور؟
الملف ظاهر؟ نعم دكتور هسه رجع الصوت. فالboundary condition بالصفر عندك deflection صفر. دكتور نعم احنا من صفحة 3 انقطع الصوت، يعني بعد يعني ما شفنا ولا سمعنا اي شيء. وعندي ثيتا صفر اللي هو المشتقة الأولى. أكو سؤال؟ دكتور ورخصتك، ترى احنا من صفحة 3 انقطع الصوت والصورة، ماكو بعد صورة أكل أو لا؟ دكتور يقول لك الصورة وقفت عندنا من صفحة 3، من صفحة 3 احنا بعد لا سمعنا صوت الشرح ولا شفنا الصورة، يعني إذا 3 صفحات من شرحت احنا ما موجودين، ما موجود أنا يعني بالميت. شلون؟ دكتور من صفحة 3 بمديت بالمثال الصوت يمنا انقطع، لا ولا هو حتى الصورة شات ماكو. يعني هذا هسه واضح، هسه اللي جاي اشرح عليه واضح، هسه هذا هنا بالابلكيشن. دكتور ما فهمنا هو واضح، هو واضح بس انت مش شرحت، هسه الصوت صار واضح والصوره واضحه بس مش شرحت، انت ما موجودين احنا بالميت. هسه هذا احنا هسه هذا واحد قدامكم اللي جاي اي واضح صفحه 5 اي واضح هسه موجوده بس تحرك يعني هنا احنا ولدنا ويا صفحة الصور صفحة 3 صفحة 3 اريد واحد شوية يعني شنو دكتور يعني انا معنا دكتور كنا نشرح بس انت كنا تشرح بس ماكو احنا يعني نسمع، لا نسمع صوت ولا نشوف، يعني من صفحة 3 من بداية المثال احنا بعد يعني ما سمعنا، كتبنا لك انه ما في صوت بس يعني يمكن ما قراتهم. وانا هم انا ما طلع عندي شيء من يعني الشات مالتكم ما طلع عندي. والله ما ادري دكتور، كتبنا لك حتى يعني لا صوت، كانت حتى الشاشة هم ماكو. هو الان النت عندك ضعيف دكتور ما يطلع هسه يلا هسه ظهر الشات، هسه ظهر 3 عندك. لا هسه يلا دكتور لان النت عندك ضعيف ما يطلع دكتور، لان انت فصلت ورجعت فجأة يمسح. ها؟ فصلت من الميت يعني طلعت من الميت ظهر يمنا فجأة يمسح يمك. هسه خلينا نشوف برضه هسه المهم خلينا نرجع اوكي مو مشكله. يعني هنا نتوقف الصوت بهذا المكان صفحة 5 مو؟ لا دكتور بصفحة 3 هنا؟ اي دكتور من وصلت هذا ال اي دكتور من وصلت خط الاعداد توقف الانترنت. زين المهم هسه احنا كتطبيق على مثال في السنترال اوردينري ديفرنشال ايكويشن، انه انا عندي اوردينري ديفرنشال ايكويشن من درجه ثانيه اريد احلها بطريقه النيوماريكال. فاللي جاي يصير عندي راح يصير عندي انه المشتقه الثانيه المشتقة الثانية أحولها إلى صيغة نيوميريكال حسب الصيغة اللي طيناها، أنه مثل على سبيل المثال المشتقة الثانية إلى تي هناك إحنا طيناها بدلالة الإكس هنا بدلالة تي ماكو مشكلة. أول مقام تربيع واي أي ناقص واحد ناقص اثنين واي أي زائد واي أي زائد واحد، والمشتقة الأولى
تتحول الى ناقص واي اي ناقص واحد زائد واي اي زائد واحد على اثنين اج، فالواي يصير واي اي. فهنا انا راح نحول هذه المعادله حسب الصيغه الموجوده للمشتقات راح نحول المشتقات الى صيغ المعادلات او السنترال بوينت اللي هي واي اي، واي اي ناقص واحد واي اي زائد واحد. فاصير عندي صيغه بهذا الشكل. فانا عندي هنا انا ايش تربيع اتخلى حتى ابسط المعادله، انه انا احاول انه ما اشتغل المعادله كسريه بها كسر. فأباوع هنا أنا راح أضرب المعادلة هذه كلها في 2 أش تربيع حتى أخلص من هذا المقام وهذا المقام 2 أش والأش تربيع. فتترتب عد المعادلة بهذه الصيغة بدلالة الواي آي والواي آي ناقص واحد والواي آي زائد واحد. الكوفيشنز اللي تخص الواي أخليها بالطرف الأيسر، المتبقي اخليه بالجهة اليمين. فنلاحظ هنا انا عندي الفترة هي بين الصفر والواحد، ومطي الباوندري فاليو واي بالصفر صفر والواي بالواحد واحد. فنجي على النكريمت اللي خاصة بينا صفر ربع نص ثلاثة ارباع واحد. فالواي بالصفر صفر والواي بالأربعة أو الواي بالواحد هو واحد اللي هو واي فور. وهنا أنا عندك راح يصير اكس نوت، هذا اكس نوت، هذا اكس وان، هذا اكس تو، وهذا اكس ثري، وهذا اكس فور. وكل واحد واي نوت، واي وان، واي تو، واي ثري، واي فور. الواي نوت هو 0 والواي 4 هو 1 حسب الباوندري المعطاة. فهسه راح نجي نوقف على كل نقطة سنترال اللي هن المجاهيل اللي الان اللي عندي الان هن الواي 1 والواي 2 والواي 3. فاذا اجيت وقفت على الاول مجهول هنا الواي اي هي واي 1 راح تصير. الاي ناقص واحد هو الواي زيرو والواي اي زائد واحد هو الواي تو. طبعا هنا اكس مو اكس وان وانما تي وان تي تو تي ثري تي فور تي تي فور. اوكي يعني بالتي يعني تعامل عن هي تي نوت تي وان تي تو تي ثري تي فور. فاذا قلنا تي وان بوينت تو فايف راح انزلها بحسب الصيغه اللي حصلتها. هسه راح اشتغل على هاي الصيغه، هذه الصيغه اطبقها على كل سنترال بوينت انا اوقف لها على كل مجهول. فانا اشوف واي 1 واي نوت واي 2 وهذه بقت تي اللي هي ربع والاتش، ونطبقهم حسب المعادله. تصير عندي الواي نوت هي 0 المعادله بها مجهول يعني هي واي 1 والواي 2. ننتقل على النقطه الثانيه. هسه هنا أنا راح نوقف، يعني هنا أنا راح اصير الاي 2 يعني تي 2 هي 0.5. فالاي ناقص واحد تصير واي 1 والاي زائد واحد تصير واي 3. نجي نطبق المعادله هذه على السنترال بوينت اللي هنا اللي وقفنا بيها. راح يصير عندي معادله بها الصيغه، شوف هنا واي 1 واي 2 واي 3 هاي معادله 2. نجي الان نوقف هنا
3.75. فعندك الاي هو 3، اي ناقص 1 2، والاي زائد 1 هو 4. لما نيجي نطبق المعادله نتخلص من الشيء المجهول او قصدي المعلوم، انه هنا انا عندي مثل واي نوت هو 0 والواي 4 هو 1 كباندر فاليو بروبلمز. صارت عندي 3 معادلات تحل آنيا بأي طريقة أنت تريد تحلها. أوكي، تقدر تحل المعادلات آنيا بأي طريقة من الطرق اللي إحنا ما خذيها، أو إذا إحنا نحدد طريقة محددة أنت تشتغل بها بالسؤال، مثل عندك جاوس إلميشن، جورديان ماثياز، سيدل، أي طريقة إحنا نحدد. الآن نجي على أبليكيشن آخر، أبليكيشن هندسي يخص الباوندري فاليو بروبلمز. عندي بيم on elastic foundation يسمونه ونكلر فاونديشن، اللي هو يكون بيم جالس على تربة، هذا عليه uniform distributed load. وهنا عندك هذه السبرينج اللي تخص الرياكشن للسويل. فهذا تحكم معادله تفاضليه هي مشتقه الرابعه الى الاكس، كي اوفر اي اي واي يساوي كيو اوفر اي اي، الكيو هو اليونيفورم ديستريبيوتد لود على هذا البيم، الاي اي هو المودولس اوف الاسيست والمومنت اوف انرشيا اللي يخص الكروس سكشن للبيم، والكي هو كوفيشن اوف سب جريد رياكشن للسويل، رد فعل التربه. اسيوم بهذه المساله كي ال اوفر اس 4 على اي يساوي 6 وكيو ال اس 4 على اي يساوي 100 والاتش هو 0.1 ال، يعني هذا الانكريمنت. الان نجي أول شيء نشوف التقسيمات اللي خاصة بينا. إحنا نبدي من X يساوي صفر، يعني حسب هذا نقول من أنا هو نقطة الأصل، الـ X تبدي من أنا، هذه هي الـ X يساوي صفر، ولأن كلمة هو 0.1 L فيصير عندك X1 0.1، X2.2L، X3.3، ال4.4 شوف جاي زيد 0.11، 0.1L، 0.6, 0.7, 0.8, 0.9، إلى الـ L. فهذه كل وحدة هي X0، X2، X3، X4، X5، X6، 7، إلى 10. وكل وحدة عندك Y0، Y1، Y2، Y3 إلى حد الـ Y10. بهذه المسألة نحول هسه هذه الصيغة إلى الـ Y. هاي أول شيء خليتها بالي increment واللي خاصة بالبيم. عن الغاية لما الواي هو معناه الديفلكشن لهذا البيم، الديفلكشن لهذا البيم، أوكي؟ الواي بهذه المعادلة هو الديفلكشن إلى هذا البيم، فأنا أريد أحسب الديفلكشن في النقاط حسب الانكريمنت الموجودة. هنا أنا المشتقة الرابعة على إكس، أنا إذا الصيغة حافظها مباشرة أقدر أنزلها هذه، أوكي؟ مباشرة أحول المشتقة الرابعة إلى هذه الصيغة، وإذا لا أقدر أشتقها، يعني أنا أقول المشتقة الرابعة، شوف هنا عملية الاشتقاق مالتها، نلجأ إلى المشتقة الثانية، أوكي، على إيش تربيع، وراح نحولها بصيغة السنترال بوينت إلى المشتقة الثانية، عملية الاشتقاق للآي أو للآي زائد واحد أو للآي ناقص واحد، فصير عد المشتقة الرابعة بها الصيغة، أو إذا أنت حافظها ماكو داعي تمر بهذه الخطوات،
مباشرة تنزل هذا الفورم اللي اعطيتك اياه، تقول انا المشتقة الرابعة هي هذه ماكو مشكلة، واحول الواي يصير واي اي ويساوي لنا كيو اوفر اي. هسه انا عندي بالمقام قلنا اول شيء نفكر بهيجي حاله نتخلص من المقامات، هنا انا اتش اس 4 يعني عندك بوينت 1 ال اس 4 فاضرب في بوينت 1 ال اس 4 حتى اخلص من هذا المقام حتى انه يصير عندي فورم بهالصيغه. شكو واي ويا الكوفيشنز مالته تكتب بهذا الطرف، وشكو شيء ثاني يكتب هذا الطرف، المتغيرات مع معاملات يكتبن بالطرف الايسر والبقيه ينكتب بالطرف الايمن. فصارت عندي ورا ترتيب المعادله اوكي وفتح الاقواس واعوض الكي اوفر اي اي حسب القيم الموجوده 6 والكيو اول اس 4 اي اي والاس 1 ال اوكي، تصفى عندي معادله بهذه الشيء، عندي واي اي ناقص 1 ناقص 4 واي اي ناقص 1 زائد 6.00 يعني 6 زائد 0.066.006 واي اي ناقص 4 واي اي زائد 1 زائد واي اي زائد 2 يساوي لنا 0.01. صارت عندي معادله فيها سنترال بوينت، شوف هنا أنا هذه الواي اي ابغى عليها، شوف انتبه عليها، قبلها اي ناقص 1 اي ناقص 2 اي زائد 1 اي زائد 2، هذه هي راح نطبق عليها مثل شغلة الستنسل، كأنه مثل شغلة الستنسل اللي حكينا بيها قبل فترة بالحل المعادلات حل المشتقات، يعني الآية أنزلها وأنزل البعثة واللي قبلها. أول شيء أباوع شنو هي الباوندر كونديشن اللي عندي حسب المسألة المعطاة الهندسية. أنا لاحظ هنا الباوندر كونديشن الموجودة بالاكس يساوي صفر، هو الباوندري فاليو بروبلمز، يعني بالاكس نوت اللي هو صفر ايش عندك هنا؟ عندك ديفليكشن صفر وعندك روتيشن صفر لان فيكست. اذا ديفليكشن صفر يعني الواي صفر، واي نوت صفر هذا، واذا وهنا عندك بالاكس يساوي ال عندنا شنو الصفر اللي هو الديفليكشن يساوي صفر، وبعد شنو الباوندر كونديشن الاخر اللي موجود هنا بالهنج ايش عندك؟ عندك المومنت يساوي صفر، مو صحيح؟ يعني المومنت يساوي صفر يعني معناه شنو؟ شنو علاقه المومنت ويا الديفليكشن؟ الام اوفر اي اي مو يساوي المشتقه الثانيه للواي، مو صحيح؟ يعني معناه اذا مومنت يساوي صفر معناه شنو؟ معناه مشتقه ثانيه يساوي صفر. اذا رجعنا الى واضح هذا؟ فبهيك حاله قدرت احصل باوندر كونديشن صفر واي صفر ومشتقة صفر واي بالال صفر ومشتقة ثانية بالال يساوي صفر، هذه حصلت عن طريق انه هو هنج فالمومنت يساوي صفر فبالتالي المشتقة ثانية يساوي صفر. نجي الان هذه نطبقها على كل سنترال بوينت. تلاحظ انه انا عندي واي اي هنا قبلها رقمين او حد اللي هو اي ناقص 1 واي ناقص 2 وبعدها اي زائد 1 واي زائد 2، فراح اجي على ان وين اوقف؟ اوقف قلنا مثل ما قلنا نوقف بالمجهول. هسه هنا الواي بالصفر هو معلوم هو صفر، واي بالعشره هو صفر ايضا معلوم، فالمجاهيل وين هن صارت؟ هذا اللي بالنص كله. الصوت واضح ان شاء الله؟ اي نعم دكتور واضح. اللي هي واي 1 والواي 2 هذا كلهن مجاهيل،
فاحنا راح نوقف على اول مجهول اللي هنا نقول الاي مالت. هسه هنا الاي، اذا انت تقول الاي هنا راح شو تقول؟ تقول انا عندي حسب الفورم اللي اشتقيته عندي اي ناقص واحد واي ناقص اثنين. يعني لازم من جهة اليسار مال الاي اقول هنا اي ناقص واحد، وهنا شنو؟ اي ناقص اثنين. هسه هذه انا ما موجودة عندي، شوف هسه هذه انا شلون هسه لما اجي اكتب اي ناقص اثنين، انا كتبت لك من الصفر للال وقسمت، بس هسه بالحال حتى احسب لاول نقطه الاي اي ناقص واحد اي ناقص اثنين، اي ناقص واحد اوقف، بس هنا ما موجوده، فراح شو اسوي؟ اضيف لي فد نقطه خياليه اسميها فيكتيشيس بوينت، نقطه خياليه اسميها اكس ال يعني ليفت، وبيها واي ال مجهوله. ليش ضفت هاي النقطه الخياليه؟ لان هو الستنسل مالتي مال المعادله شمرني على نقطه ثانيه على اليسار، فلازم اخذ لي نقطه خياليه حتى يشتغل عندي. اجي هسه انا وقفت هنا الاي واحد، هنا طبعا على جهه اليمين اي زائد واحد، وهنا اي زائد اثنين، فما عندك مشكله، عندك هذن كل الموجودات. فراح نجي نطبق الستنسل بالاكس يساوي اكس 1.1، وهنا طلع عندي بالاي ناقص 1 واي ال، اللي هو انا هذا فرضته من يمي، قلت اكو واي ال واكس ال. ليش؟ لان الستنسل طفر عندي نقطه على جهه اليسار على الواقع اللي موجود، احتمال الستنسل مالتك بالصدفه يوقف هنا بالاي ناقص 1 حسب المسأل، فماكو داعي تفرض نقطة خيالية على اليسار، يعني إذا وقف الستنسل بعد ايش عندك التفارض هنا؟ أو لا احتمال أنه تحتاج بعد تضيف لك نقاط خيالية إضافية حسب الستنسل الموجود. فنجي هنا نشوف راح شو يصير عندك واي ال ناقص 4 واي نوت 0.06 حسب الستنسل هذا للآي يساوي لنا 1. لما تجي هنا هسه هنا كملت على هذا، كملت على هذا. لما اجي اجي اوقف هنا بالاي، شوف شو يصير عندك هنا الاي، انت وقفت هنا هسه الاي يساوي لنا والاكس يساوي لنا 0.2، يعني الاي عندك 2، الاي يساوي لنا 2، اي ناقص 1 اي ناقص 2. اذا بهاي النقطه بعد ما تحتاج انه تروح الى الاكس ال والواي ال، هي موجوده عندك ثبتت عندك، والاي زائد 1 راح تصير هذه، والواي اي زائد 2 راح تصير هذه. اوكي، وهكذا راح نجي نقول بالاكس يساوي 0.2، اشوف هنا طلعت عندك واي نوت واطبق، فهاي كل واحد يطلع لك معادله تكمل على كل تمشي هذا على كل النقاط. ايضا راح شو يصير عندك لما تيجي توقف هنا؟ لما اوقف هنا ما عندي مشكله، لما الاي يساوي لنا 3، اوكي اشتغلت عندي الاي ناقص 1 والاي ناقص 2 كلهن موجودات. فشوف انا اقول لك رتب الرسم حتى تحاول انه ترسم الرسم تو سكيل حتى يصير واضح عندك، اي ناقص 2 اي قصدي اي 4 5 واطبق المعادله، و6 وأطبق المعادلة، 7 وأطبق المعادلة، شوف السنتر بوينت شلون تمشي عندك، و8 اي 8 أطبق المعادلة. شوف لما أجي أقول اي 9
الاستنشل شمر خارج الباوندري، فلازم احتاج شنو؟ اكس رايت واي رايت، اوكي؟ يعني او اي تسميه، انا كنا نسميها رايت حتى يصير رايت، يصير يعني اكس ار رايت يعني يمين. شمر عندي الاي زائد 2 شمر برا، يعني ما كفى الباوندري، فاضيف فاكتيشن بوينت بهذا المكان حتى اقدر اطبق معادله الاستنسل، لان انا لازم اوجد الواي 9، اوكي؟ فصار عندي سيت من المعادلات، اوكي؟ هسه انا شغل انه الواي ال والواي ار، يعني شلون صارت هن هذني غريبات، اوكي؟ اجني فرضا واقعا لان الاستنسل ما اشتغل، فش اسوي هنا انا؟ شلون اني اربط بين المتغيرات هذه الجوة والمتغيرات الخيالية اللي هي واي ليفت واي رايت؟ شوف شلون شو اسوي. اقول اني اجي على، شوف هنا أنا ليش طلعت هسه هاي الباوندر كونديشن الثانية، لان احنا شغلنا كله واي واي، بس هنا أنا طلع عندي باوندر كونديشن للمشتقة وباوندر كونديشن بالمومنت. هذا راح يفيدني. شلون يفيدني؟ اجي على هذا الباوندري كونديشن مال المشتقة، اقول اني انه المشتقة بالصفر هي صفر، واذا رجعنا الى قانون المشتقة الاولى، اوكي، اللي هو ناقص واي ال راح يصير عندك، لان انا اذا جيت اطبق المشتقة الاولى، اوكي، كقانون، اوكي، هذا مثل واي اي ناقص واحد واي اي زائد واحد على 2 اتش. فاجي اقول اني بهذا المكان، بهذا المكان حتى احسب قيمة المشتقة راح اربط بين الواي ال والواي وان كمشتقة اولى. فاني عندي الباوندر كونديشن واي برايم بالصفر هو صفر، فيصير عندك ناقص واي ال زائد واي واي 1 على 2 بالاتش، فيصير عندك واي ليفت يساوي واي 1. شوف هنا انا في حاله، لان اذا تتواوع لما تحسب المعادلات هن 9 معادلات، وانت كم متغير صار عندك؟ صار عندك 11 متغير. اذا انت لازم شو تسوي؟ تربط هذني الفكتيشس بوينت بالمتغيرات الجوة حتى يختصر المتغيرات الى 9 متغيرات حتى تقدر تحل المعادلات آنيا. فهنا أنا صار عندي ربط الواي ليفت سوانا واي 1، وهنا أنا اجي على الاكس ار، انا عندي باوندر كونديشن اخر وهو المومنت وهو المشتقة الثانية تساوي صفر، فراح اقدر اربط الواي ار ويا الواي 9. فهنا أنا صار عندي مشتقة ثانية بالصفر هو حسب الستنسل مال المشتقة الثانية، فيصير عندي واي رايت يساوي لنا ناقص واي 9. فاحول شكور لا ليفت واي ليفت واي ار احوله بدلالة الواي 1 والواي 9، فتنحل المعادلات آنيا بأي طريقة من الطرق اللي اخذناها. واضح السؤال؟ واضح الكلام اللي حكيته؟ فهي بهيك حاله قدرنا نربط او نحل المعادله اللي تخص هذا الابلكيشن. نجي على عندي مثال آخر لحل الـ Ordinary Differential Equations. هذه عندي معادلة تفاضلية من الدرجة الرابعة، نريد نحسب أو نحل المعادلة numerically. Y بالصفر مطيك هنا Boundary Condition، Y بالصفر يساوي
صفر، والمشتقة الأولى بالصفر صفر، والمشتقة الثانية بالال وال يساوي صفر، والاتش هي 0.2L، والكيو اوفر اي اي 7.8، والال هو يونت اي قيم. فهنا انا راح نجي نحول المشتقة الرابعة بدلالة السنترال بوينت، والمشتقة الثانية بدلالة السنترال بوينت، شوف هنا شلون صار جاي يصير الحكي، والمشتقة الأولى بدلالة السنترال بوينت، وعندك هنا الاكس راح يصير اكس اي. اوكي، نجي احنا هنا نرتب المعادلة، نرتب هذه اللي كتبناها كلها بدلالات السنترال بوينت بصيغة ما بيها كسور. اوكي، مثل نضرب بالاتش اس 4 حتى يختصر هذا وهذا في 2 اتش اس 4، ونصف المعادلة فتصفى بهذه الصيغة. شوف هنا أنا كلها الواي مع معاملاتها صارت بهالصيغة، والجهة اليمنى صار الصفر. لما راح نجي نطبق الباوندري او نطبق خط الاعداد، نقول هنا أنا اكس يساوي صفر. اوكي، و اكس يساوي لنا ال، وعندك انت الانكريمنت اللي خاصه بيك هي 0.2 ال، فيصير عندك 0.2 0.4 0.6 0.8 ال، اكس نوت اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكس 5، الواي نوت هي صفر مطيه، والواي 5 هسه نباوع هنا ما موجوده. زين، نجي هنا نباوع y1 y2 y3 y4 y5 ونباوع الستنسل مالتنا. راح نجي نشتغل على السنترال بوينت، كل نقطه نوقف عليها اول مجهود. احنا نروح نوقف عندي اني i ناقص 1 i ناقص 2 جهه اليسار، جهه اليمين للستنسل او السنترال بوينت i زائد 1 i زائد 2. فلما اجي اوقف هنا نفس المشكله صارت عندي، عندك اي وهنا عندك اي ناقص واحد، وراح شاقول اقول هنا راح اوقف اي ناقص اثنين، بس المشكله انه الاي ناقص اثنين ما بيها اي رقم، فشاقول اقول اكس ليفت واي ليفت فكتيشيس بوينت، واجي هنا انا راح يصير عندك اي زائد واحد وهنا انا اي زائد اثنين. نفس الشيء راح نمشي نقول هنا انا بالاكس يساوي لنا بوينت 2، اجي اطبق المعادله فشوف هنا انا طلع واي ليفت لان الستنسل شمر خارج الباوندري، واضح؟ فاحتاج لي نقطة خارج الباوندري من جهة اليسار كابتداء، ما احتاج هنا اجي اقول اكس بالبوينت 2 اطبق الاستنسل طلعت لي واي ليفت، وبعدين اقول اكس بوينت 4 امشي هسه نقطة نقطة. وراها على البوينت 6 وراها على البوينت 8. لما اجي بالبوينت 8 طفر عندي الستنسل مالتي على المجهول الواي 4، هو قال انا الستنسل احرك على المجاهيل. اوكي، لازم احتاج اكس رايت وواي رايت. اوكي، لما اجي على الواي 5 لازم اوقف بيها لان هي مجهوله ما معلومه، فالستنسل طفر يعني طفر مرتين، صار عندي واي اكس رايت وواي رايت واكس دبل ار واي دبل ار، لان هذه ما معلومه. لو عندي معلومه كان ما احتاج الى فكتيشس بوينت اخرى، لان الستنسل شمر بعد عندي شمر نقطتين برا. ف يصير عندي هسه صار عندي
عدد المجاهيل هسه طبعا معادلة واحد اوكي هاي واحد هاي اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة هو أوكي عندي عدد المجاهيل الأصلية خمسة بس صارت عندي هسه ستة سبعة ثمانية وأنا عندي خمس مجاهيل فشون أخلص أو أربط الواي ليفت المجاهيل اللي طلعت زيادة بسبب الشمرة مال السينس الخارج اربطها بالمتغيرات الجو عن طريق شنو الباوندر كونديشن اللي تخص المشتقات شوف اللي تخص المشتقات اللي هو المشتقه الاولى والثانيه اوكي والثالثه طبعا هذه المشتقه الثالثه هنا نكتبوها اوكي المشتقه الثالثه هذه فنجي اولى صار عندي وين المشتقه الاولى بالصفر راح اربط الواي اير بالواي 1 اطبق الفورم مال المشتقه الاولى شنو علاقته باللي هو هذا هذا المشتقه الاولى والمشتقه الثانيه ومشتقه ثالثه كل الفورمات موجوده عندي اوكي فاجي بالمشتقه الاولى عندي فورم ربطت الواي ليفت ويا الواي 1 فاقول هنا هذه بقى صارت واي 1 جد والمشتقه الثانيه حتى اربط اوكي الواي بالال حتى اربط الواي ار ويا الواي 4 و5 صارت يعني الواي ار ايش قد علاقتها راحت على الباوندري كونديشن ثاني والمشتقة الثالثة بالال اللي هي صفر راح بطل الواي دبل ار بالمتغيرات الداخلية الواي ثلاثة واي اربعة واي خمسة فصارت عدي كأنه ست معادلات او قصدي ثمان معادلات اقدر الان احلهم طبعا هذني الستة والسبعة والثمانية هو اروح اعوض الواي ليفت بيهن اوكي فماكو داعي رقم هنا أنا بعد اوكي هو مباشرة اروح انا احافظ على المتغيرات الرئيسية الواي ال احافظها بالواي 1 والواي ار اعوض واي 4 واي 5 والواي دبل ار اعوض واي 4 واي 3 واي 5 فصارت عدة ست اللي هو خمس معادلات اللي هي 1 و 2 و 3 وال 4 وال 5 اللي هي المتغيرات الرئيسية نحلها باحد الطرق حتى نحسب المتغيرات نحولها الى الماتريكس فورم ونحلها باحد الطرق حتى نحسب المتغيرات الخمسه الموضوع ما يراد له يعني بقدر انه عمليه ترتيب لا نشوف انه انا عندي الفورم اشتقه بصوره صيغه صحيحه وراها اجي اطبق الاستنسل التطبيق الهندسي الاخر هو البكلينج اوف ذا كولوم في الاوردينري ديفرنشال ايكويشنز راح نحلها نيوميريكالي احنا في التحليلات حليناه كاكزاكت سوليوشن البكلينج اوف كولوم الان نحلها بالطريقه العدديه عندي اني كولوم سمبلي سبورتد دي باكلينج اوكي اللي يحكمنا بمعادلة الكولوم انه الكيرفتشر هو يساوي لنا المومنت مثل ما كتبناها قبل شوية فمثل ما سوينا بالتحليلات احنا نجي المشتقة الثانية بالعددية انه لها بالسنترال بوينت هي هاي صيغتها فأنا عندي المشتقة الثانية هي M over EI المومنت هنا أنا هو المومنت المتولد داخل الكولوم مثل ما حكينا سابقا انه قلنا هو يساوي لنا ناقص بي اوفر اي اي في الواي مثل ما اشتقيناه بالتحليلات فراح ينزل عندك مشتقه ثانيه ناقص بي اوفر اي اي واي فتتحول المشتقه الثانيه الى السنترال بوينت اوكي والواي ار وارتب المعادله راح اصبح عندي
هاي معادلة اللي تخص الباكلينج لهذا الكولوم. الباوندري كونديشن، الباوندري كونديشن اذا فرضنا انه زيرو هنا، هنا نلاحظ عندك شنو هو؟ عندك الباكلينج صفر، الواي بالصفر هو صفر، وبهذا المكان الواي بالال يساوي لنا صفر. فاجي اطبق اذا قلنا الاتش هي ال اوفر 6 كجيفن او اي رقم ثاني، اجي انا اقول هنا أنا مثل راح يصير x1 y1 x2 y2 x3 يعني l على 6 2 l على 6 3 l على 6 كقيمه s 4 l على 6 5 l على 6 و l. فعندك y1 y2 y3 y4 y5 المجال من y1 الى 6. نيجي نقول واي اي على اول متغير راح نوقف هنا اي يساوي لنا واحد، فهو الستنسل عندك باليمنى باليسرى اي ناقص واحد، فما عندك مشكله ما راح تطلع برا، فهنا يصير عندك اي ناقص واحد، هنا يصير عندك اي زائد واحد. فتجي توقف تقول اي عندي اي هنا اول شيء على المتغير هذا، فيصير عندك هنا واحد واي نوت واي. هذا انك تلتزم بالسؤال حتى ما اخطا به. اوكي ني الان هسه جاي تتحرك الصورة؟ جاي يصير بيها حركة؟ اي هسه يلا رجعت تتحرك. أوه. نيجي هنا هسه الاي اوقفها على الواي 2، فالاي ناقص واحد واحد، والاي زائد واحد ثلاث. اجي هنا انا بعدين اوقفها على الثلاثة، فيصير الاي زائد واحد هو الاربعة، والآي ناقص واحد هو الاثنين، وهكذا إلى أن يكمل كل الـ central point على المجاهيل، فيصير عندك ست معادلات. الآن أكو نقطة كلش مهمة نستفاد من عدها في مسائل النيوماريكال. أنا ماكو داعي أروح أشتغل الستنسل من بداية البيم إذا نهاية البيم أو الكولوم إذا عندي تناظر. يعني شنو تناظر؟ يعني الجهه اليمين نفسها جهه اليسار. اوكي هسه لاحظ هنا انا عندي تناظر حول هذا الخط، فانا اوريدي اباوع هنا الواي 2 هي تساوي الواي 4 والواي 1 هي تساوي للواي 5، فانا اجي فقط اشتغل على واحد والاثنين والثلاثه، لان لما راح اوقف